خلينا بقى نروح لعناوين الأخبار. من الصفحة الرسمية للبايرن، محمد الشناوي بيقول: أخبار نوير أنه مثلي الأعلى وأنني سعيد باللعب أمامه. التقيت به مرة أخرى بعد مباراة الأهلي وبالميرس أثناء توجهه للإحماء، وقدم لي التهنئة على المباراة وتمنى لي التوفيق. الحقيقة أنه حارس عالمي. دي الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ اللي بتقول هذا الكلام. أما الموقع الرسمي لنادي الأهلي، بيكم بيقول: التزمنا بوعدنا مع الجماهير وهدفنا استكمال مشوار البطولات. أما بالنسبة لكهربا، الأهلي أغلق ملف البرونزية ويستعد للدفاع عن اللقب الإفريقي. العشرة يا أهلي، نبتدي نقول كده. أما من اتحاد كرة القدم، يكرم الأهلي على لقب نادي القرن باحتفالية مئوية الجبلية. آخر حاجة معانا النهاردة من الشروق، المنتخب: أما متى تكسب الجزائر فريقا بحجم الأهلي المصري؟ وده مقال عن مقال في الشروق الجزائرية بيتكلم عن النادي الأهلي وعظمة الأهلي وإنجازاته. بيتكلم إن الأندية كلها في العالم العربي كله لازم تبص للنادي الأهلي وتشوفه ماشي إزاي. حاجة جميلة جدا، وحاجة بتخلينا دايما فخورين بمثل هذا الموضوع.